احسنت دكتور فيصل. بالنسبه اللي دائم الموالي دائم تردده، تحس انك في البيت وانت في السياره، يعني ما تمل من ترداده، ككلمات ولا كمقام قصدك؟ اثنين، عطنا هذه وهذه. كلها مطلوبه. شوف يعني كمقام يمكن انا اقول الحراب اكثر، وهو من الرصد يمكن اقوله في حفلاتي وفي مناسباتي، تعرف احنا كل يوم بمناسبه وكل اسبوع ما شاء الله يوفقك مناسبه في، فدائما اقول الحراب، يعني مقام الحراب هو من الرصد يعني. لكن ككلمات او كابيات ارددها ودائما انا سبحان الله من كثر ما حفظته من الصغر فاذكر كنا في تلفزيون الكويت من يمكن 15 سنه ما شاء الله، فطلب مني ذيك ايام الشيخ العوضي في اللقاء سوى حلقتين، فحلقة يعني اكتفينا بالأشياء الحجازية، قال لا نريد من شيء خارج الحجاز، هذا صندوق نريد صندوق آخر. يا سلام. عجبتني فكرة صندوق، قلت أكيد يعني في صناديق وليس صندوق، يعني خاصة لما تكون الثقافة ملمة بأشياء كثيرة. فقال طيب إيش تذكر؟ قلت له أذكر قصيدة حفظتها عن أبي العتاهية وأنا عمري 7 سنين 8 سنين ما شاء الله في الابتدائي بكير، فأنا رجل سماعي ولست نظري، فالسمع عندي يحفظ أحفظ أكثر، سمعتني الأنشودة هذه أو القصيدة هذه أكثر من مرة أنا أحفظ، لكن ما أحب أقرأ. فقال تذكرها؟ قلت والله وكأني أذكرها، أيوه يعني حتى ما حضرت يعني، بس تعرف في الصغر وانت صغير خلاص ثبتت في راسك. صحيح. فقال لي قل. ما في شيء. فانشدتها له. ستباشر الأجداث وحدك وسيضحك الباكون بعدك وسيستجد بك البلا وستخلف الأيام عهدك وسيشتهي المتقربون إليك بعد الموت بعدك لله دارك ما أجادك في الملاعب ما أجادك فليسرعن بك البلاء وليقصدن الحين قصدك وليفنينك بالذي أفنى أباك به وجادك لو قض عنك عن البيوت وروحها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح إن كان عندك وإذا الأكف من التراب نفضن عنك تركت وحدك وكأن جامعك قد غدا ما بينهم حصصا وكادك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. نعم. فهذه من الصغر حفظتها يا أبا راشد. ما شاء الله الله يوفقك. متى اكتشفت المواهب هذه عندك؟ كم كان عمرك تقريبا؟ والله وأنا ثاني ابتدائي. ما شاء الله تبارك الله. طبقة الصوت يعني ولا إيه؟ كنت أقلد 20 شيخ. ما شاء الله تبارك الله. إي والله. ما شاء الله. انا كنت اقلد السديس، اقلد بالباص، اقلد المحيس، اقلد مش عارف زمان. ما شاء الله ما شاء الله. تقدر تقلد احد منهم الان؟ كيف؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك. طيب اللباس هذا طبعا ونعرف المشاهدين، لان في ناس من الجنوب، في ناس من الشرق، من الغرب، ما يعرفون اللباس مثلا اهل جده ولباسهم، وهذا متى يلبس؟ في الحفلات ولا في ايش؟ يعني كان زمان، ايوه كان زمان العمه يلبسوها، بالذات العمد والكبار في السن. ايوه الجسيسين المنشدين يعني. إذا في مناسبة، إذا في، وجرت العادة أنه كثير من العمد يلبسونها وكثير من اللي متمسكين بالعادات يلبسونها وكذا، بس تطورت الآن، شوف مزخرفة من هنا ومنقشة من هنا واللون تطورت، بس إلا هي معروفة يعني، عادة العرب ما يلبسون إلا العمائم يعني. وهل هذه ما زالت في الزواجات والأشياء المناسبات في جدة؟ والله قليل من يلبسها يعني. كان أول أكثر،
كانها انقرضت شيء بسيط يعني، اول حتى نشوفهم بالشوارع احيانا يعني. شفت الشباب الان يدوروا عليها بس يلبسونها في مناسبه معينه ولفتره معينه، يعني يصعب عليهم اصلا لفتها ما يعرفون لها، فما مش اي واحد يلبسها يعني. طب ترى ابو علي معاه العصا ومتحمس يبغى خبيتي ولا لا؟ يبي خبيتي اللي يجي روح عطنا خبيتي. يلا ابو عدنان جاهز؟ جاهز مع ابو علي مره. يلا توكل على الله. هم بيغنون خبيتي يعني؟ انت اللي عطنا خبيتي، هم بيخبتون. ايه بل خبيت مو بالعصا بس، خبيت بالسيوق. اول واحده نعطيك العصا العصا لا لا هو بعدين ما راح الجد حركاتي تعرف حركات العصا بعدين فيصل تاخذ العصا بعدين في اي حركه ادري انك ايه في المزمار هذه مو في الخبيت. ايوه ايوه انا ادري ايه هو قصدك قول قول مزمار مزمار يلا عطنا مزمار بس اخطا ابراهيم احنا نزمر على كل زمر اليوم روح ابو علي